أخبار اليوم. والمبدعين، عصر الماريين، عصر الفنانين. ماذا سأقول؟ اخفض الصوت، لا تحتاج إلى تعليق، لا تكلم العرب أكثر مما يتحملون. دعهم يفسرون، دعهم يحللون، دعهم يعلقون، دعهم يتكلمون، دعهم يقتسمون معك الكلام. لا تكن أناني أيها المعلق، دعهم يشتركون معك في التعبير عن الإبداع. أرجوكم لا نكن متعصبين، مدريديين، بلباويين، فالنسيين، أتلتيكيين، أرسناليين، مانشستراويين، بافاريين.